يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الراتب التقاعدي يكون لعموم الورثة أم أنه للقصر وللنساء من الورثة؟ وهل للمسألة دليل أم أنها اجتهادية من القاضي؟ هذا له نظام جعله ولي الأمر، يرجع إلى النظام، ليس ميراثا، التقاعد ليس ميراثا، وإنما هو جعله ولي الأمر للقصار بعد ميتهم، فيطبق عليه نظام ولي الأمر ولا يدخل في الميراث. نعم.